والطهارة في اللغة النظافة والنزاهة من الأقدار، الطهارة في اللغة النظافة والنزاهة من الأقدار، في الاصطلاح صفة حكمية توجب ارتفاع الحدث وزوال الخبث من بدن أو ثوب أو مكان. الطهارة في اللغة النظافة والنزاهة من الأقدار، في الاصطلاح صفة حكمية، يعني شيء صفة يتصف بها الإنسان حكما، صفة حكمية توجب ارتفاع الحدث وزوال الخبث من البدن أو الثوب أو المكان. يعني إذا توضأ اكتسب هذا الصفة، اكتسب هذا الصفة، وهذا وإذا اكتسب هذا الصفة ارتفع الحدث وزال الخبث من البدن أو الثوب أو المكان. ثم قال المؤلف رحمه الله: لا تصح إلا بماء مطلق، لا تصح عن الطهارة إلا بماء مطلق باق على أصل خلقته. الماء خلقه الله تعالى طهورا كمياه الأمطار ومياه البحار ومياه الأنهار ومياه الآبار ومياه العيون، كل هذه خلقها الله تعالى طهورا. وقول المؤلف لا تصح إلا بماء مطلق، معنى ماء مطلق يعني غير مقيد، يقال ماء بلا قيد، فإن قيد قيل ماء، إذا خلط يقال ها ماء ورد، ماء زعفران، ماء حبر، إذا خلط شيء آخر. فالماء المستخرج من الأشجار ليس ماء مطلقا، يقال ماء شجر، ما تعصره قال ماء، ماء عصير، ماء ورد، هذا يسمى ماء مقيد، هذا لا يصح الطهارة به. ما يصح الإنسان يتطهر يتوضأ بماء يعصره من الشجر أو بماء الورد أو بماء الزعفران، لأنه ليس ماء مطلقا وإنما مقيد، خالطه ماء يسلبه الإطلاق، فلا يقال ماء، وإنما يقال ماء ورد، ماء شجر، ماء زعفران. لا تصح الطهارة إلا بماء مطلق لم يخلطه شيء يمتزج به ويسلبه الإطلاق، هذا هو الذي يتوضأ به. لا تصح الطهارة إلا بماء مطلق. أما الماء اللي تعصره من الأشجار لا تتوضأ به، والماء ماء الورد لا يتوضأ به ولا يرفع الطهارة ولا يغسل به النجاسة. ماء الزعفران، ماء الورد، ماء الحبر إلى غير ذلك، لا تصح إلا بماء مطلق. الطهارة ما ترتفع إلا بماء مطلق، مطلق يعني ما يقيد بشيء. فما يستخرج من البحار، من الأشجار، من الأنهار، من الآبار، هذا يسمى ماء بإطلاق، هذا هو الذي يتوضأ به. فإذا قيد فلا تصح الطهارة به ولا يكون طهوراً.